وبأجواء مختلفة، مسرح دبي أوبرا استضاف كاظم الساهر بليلة إضافية السبت بعد ليلة الجمعة، وذلك بسبب تهافت الجمهور. وأجواء الحفل بتتابعونها في تراكينج ستوري نمبر 1. دبي أكون سعيد لأن أشوف الوطن العربي كله موجود، يعني فهذا شيء جميل بصراحة. والجميل هي الأجواء اللي عاشها الجمهور مع كاظم، فهو كعادته أبهرهم بأدائه وحضوره. فرغم خبرته الطويلة إلا أن كاظم ملتزم بروتين بيعتمده قبل أي حفل. في طقوس الفنان أن يعملها، يعني أولا بالنسبة لي لازم أعمل الفوكاليس، تمارين صوت هذه لازم لابد من عندها، أهيئ نفسي اليوم اللي قبل الحفلة لازم أتمرن كثير، لازم أتمرن قبل الأسبوع اللي قبل الحفلة أيضا لازم كل يوم أتهيئ، يعني أتهيئ الحفلة بشكل جيد مثل الرياضيين، يعني الرياضي ما في ينزل الملعب إذا ما يكون عمل تمارين إحماء وهذا. ولأنه على معرفة جيدة بتنوع أذواق جمهور دبي، فهو قدم ليلتها قائمة طويلة من أجمل أغاني. وهالليلة اللي من تنظيم مومنتس إيفنتس أجمع الحضور على وصفها بأحد أجمل حفلات كاظم. وهالحفل الناجح انضم لنجاحات عديدة حققها كاظم في سنة 2022، إلا أنها السنة كانت حزينة بالنسبة له. يعني سامحيني على الكلمة بس ما أحب هذه السنة أبدا، ما حبيتها من بدايتها، يعني خسرت أغلى إنسانة في حياتنا، وما كانت يعني للأسف، بس أتمنى أتمنى كل الخير لكل الناس، وأتمنى أن يكونوا بأحسن حال ودائما مع الأحبة، والله يجعلها سنة جديدة خير وبركة للكل يا رب، ومحبة والسلام يكون. وللسنة الجديدة كاظم عنده هدف واحد، يعني أنا بس أحاول أنه أرضي جمهوري بصراحة، يعني كل ما أحاول أنه هذا الألبوم الجديد اللي انتظروه يعني سنوات إن شاء الله يعجبهم، هذا عندي أهم حاجة. واللي عرفناه منه إنه الألبوم اللي طال انتظاره وصل للمرحلة الأخيرة. إحنا عندنا اجتماعنا هذا الشهر إن شاء الله، إحنا خلاص اتفقنا مع الشركة وسلمنا كل شيء، بس اختيار الأغاني لأن هم مجموعة كبيرة، فنختار من عندهم 8 أغاني فقط، 9 لأننا سجلت كثير يعني، والاسم نختاره أيضا. وبعد هالحفل محبي كاظم راح يكونون على موعد معاه يوم 30 ديسمبر، ولكن في بيروت.